السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، مرحبا بكم في قناتكم إسبيسيوس. إن شاء الله بحول الله هاد اليوم غادي نكمل لكم الدرس اللي خليناه معلق آخر مرة، واللي هو لا طواليت أولي. هذا الدرس هذا اللي درنا فيه جوج ديال الأجزاء، الجزء الأول والثاني، وهذا غيكون الجزء الثالث إن شاء الله. هذا الجزء اللي غادي نكمل لكم فيه إن شاء الله ستعلي بارتي مازال ما كملناهمش. أول بارتي هضرنا عليها مازال باقي عندنا هي لا طواليت جينيتال بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. البارتي اللي موراها هي طواليت ديال لي سياج، والبارتي الاخيره هي سوان دو بوش. هاد لي بارتي هادو مازال ما درناش عليهم ومهمين جدا في هذا الدرس هذا. غادي نبداو بالاهم اللي هو لا طواليت جينيتال، وغادي نبداو سريعا بلا ما نعاود نهضروا ديما باش تقدروا تتبعوا معنا هذا الفيديو هذا، باش تقدروا تتبعوا بواحد الشكل صحيح وتفهموا مزيان. ضروري جدا انكم ترجعوا تشوفوا الاجزاء الاولى الاول والثاني، لاننا كنشرحوا فيهم الكيفيه كيفاش التعامل مع هذا الدرس هذا بشكل جيد. بعد ما تشوفوا الفيديوين السابقين ممكن تتبعوا معي هذا الفيديو هذا، وغادي يجيكم ان شاء الله سهل وسهل للفهم. اول حاجه غادي نديرو فاش غنبغيو نبداو لطواليت جينيتال هي نشونجيو لو. قبل كيف ما قلت لكم ديما غادي تحاولوا انكم تخيلوا معي واحد سيتياسيون في دماغكم، كيف ما كنا ديجا هضرنا على دو سيتياسيون في المره اللي فاز قلنا سي محمد، هضرنا على سي محمد. دابا غادي نحاولوا نهضروا على عليه النيت، ونحاولوا من بعد ما درنا له كاع دوك الانواع، درنا له طاليت ديال لو فيزاج ولوكو، ودرنا له ديال لي مومبا سوبيريور مع لو توراكس وديال لو دو. دابا غادي نمشيو لابارتي جينيتال. هاد لابارتي كيما كتعرفوا اللي محتاجه بصح لا تواليت. اول حاجه كنديروها هي من بعد ما درنا كاع داكشي كامل اللي هضرنا عليه في الفيديو السابق لسي محمد، كنقولوا له خصنا نمشيو نبدلوا هاد الماء هذا، فكنشونجيو لون لان كيكون ديجا شويه توسخ بالتواليت اللي درنا قبل. صافي كنشونجيو داك لون، وكنشدو كنديكوفري لا ريجيون يعني لا ريجيون جينيتال، كنحيدو التياب ديال سي محمد، كنقولوا له سوا هو يحيد الثياب ديالو اذا كان قادر، الا ما كانش قادر حنا كنحيدوا له الثياب ديالو. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى بروبوزي اون بتيت تواليت او باسان اي بروندر لي كو. في الحقيقه هذه الجزئيه هذه كنساها ديما، ما كنقولكمش في الاول، لانها عاده خاصها تكون فيكم ديما، ما محتاجش عاد تقو لي بروف يعاودوها لكم ديما. شنو هي؟ هي قبل اي سواء تواليت سواء بريليفمون سانغوين سواء اي سواء غادي دير، اول حاجه هي لافاج دي ما، لافاج سامبل ديال لي ما. وان شاء الله بحول الله الا طبتوا هذه القضيه ندير لكم نوريكم كيفاش كيكون لافاج سامبل ديال لي ما. من بعد ما دير لافاج ديالك غادي تشاس تشي لي دين ديالك، وغادي دير لي غون ديالك، وعاد غادي تبدا هذه الخدمه هذه. ما تنساوش اهم حاجه هي لا كومونيكاسيون افيك لو باسيون ولا افيك لو مالاد، وتحاولوا انكم تشرحوا له شنو غادي ديروا، وتحاولوا تحيدوا منه ديك الخلعه ديك ستريس داك الحشوميه وداك الشيء كامل، وتعاملوه بحال انه شي اب ديالكم. هذا الشيء اللي غادي يخليكم اللي غادي فاسيليتي لاطاش ديالكم اللي هي اللي غادي نبداو بها دابا ان شاء الله. ما حيدنا بعد ما حيدنا التياب على لا ريجيون جينيتال غادي نشدو واحد الباسان، وغادي نديروه تحت سي محمد، نحاولو نرفعوه نديرو منو تحت منو داك الباسان. ابخي سا ان شاء الله غادي هنا غادي هادشي هذا كنديروه بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. هاد العناصر هادو اللي هضرت عليكم دابا، ولان سي محمد اللي خدامين معاه دابا رجل، فغادي نطرقو الجزئيه ديالو بعدا، وعاد نمشيو لا فام. صافي شي لوم كنصابوني لي كويس لابدومين لو بيبيس، بوي صابوني افيك دي كاري دو لافاج دو سكريتو. شنو كيعني هادشي؟ كيعني اننا كنشدو الصابون وكنصابونيو لي كويس ديالو هما الاولين، كنصابونيو لابدومين ديالو، هادشي مفهوم جدا. لو بيبيس هي لي زورغان جينيتون ديال سي محمد. من بعد ما كنصابونيو مزيان كنلافيو، كنديرو لافاج، ومن بعد لافاج كتجي مرحلة ديما ديال الغنساج. من بعد الغنساج ستيشاج، هادشي هضرنا عليه ما نعاودوش كل مرة نشرحوه. ومن بعد ستيشاج
دونك كومو باب الغوكوفغير ديال لو مالاد، يعني كنغطيو لو مالاد ولا كلب سلوتيه ديالو. صافي من بعد هادشي هذاك نكونو سالينا مع سي محمد من هاد البارتي هادي. كتبقى لنا بارتي واحدة اخرى غادي نشوفوها من بعد ما نشوفو هاد الجزئية ديال لا تواليت جينيتال مع لا فام. بالنسبة لا فام، اول حاجة كنديروها صابوني لي جونو لو بيبوس. لي بوبيس كيما قلت لكم هي دي جونو فير لا فولف، يعني البارتي جينيتال ديال لا فام. ابري كنصابونيو افيك لي كاري دو لافاج لا فولف دو اون با سون جامي ريفنير اون ايكارتان لي فير. شنو كنديرو؟ يعني كنحاولو اننا نكونو كنصابونيو لا فام، نحاولوا اننا نمشيو يعني من فوق لتحت، نمشيو من فوق لتحت ونرجع كم فوق لتحت، ولكن نمشيوش نفس المنطقه، يعني نطلع هكا من يعني من الفوق نهبط لتحت صافي، وعاود من التحت نطلع للفوق، ولكن ماشي من نفس المنطقه، من حدا المنطقه اللي حدا، باش ما نرجعش الاوساخ اللي حيدتها نرجعها عاوتاني في الطلعه صافي. فهمتوني؟ كنظن غادي من الفوق لتحت ونمشي لمنطقة واحدة أخرى، وعاد من تحت للفوق، وعاد من منطقة واحدة أخرى، ومن الفوق لتحت، وهكذا توالك تنسالي صافي. دابا من بعد هادشي هدا غنسي لي كويس لابدومين لو بيبوس اي بوي لا فولف افيك لو باسان غنسي افيك لو فلاكون فوزوغي امبلي دو تييد. شنو كتعني هاد الجزئية؟ بطبيعة كل بساطة كنديرو الغانساج ديال داكشي كامل اللي درنا، اللي صابونيناه من الكويس لابدومين البارتي جينيتال ديال لا فام، هادشي كامل كنديرو الغانساج افيكلو صافي. من بعد سيشاج افيك دي كاري دي سياج توجور دو هوت اون با بيان سور كيما قلتلكم المرة الفايتة. يعني حتى فاش كنجيو نسشاو نشفو كنشفو من الفوق لتحت، ومعاود من تحت الفوق، وحنا هكا وما ندوزوش على نفس المنطقة صافي. هادشي هذا هو اللي متعلق بلا تواليت جينيتال بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. دابا غادي ننتقلوا للسياج. بالنسبة للسياج غادي اول حاجة كيما ديما بكل بساطة كنصابونيو هاد السياج. من بعد ما كنصابونيو السياج كنصابونيو حتى لا ريجيون انال صافي، لو سياج ولا لا ريجيون انال. البوزيسيون اللي خصها تكون بوزيسيون ايديال، خصها تكون بوزيسيون فونترال صافي. بوزيسيون فونترال اللي ما كيعرفهاش هي انك غادي تنعس المريض ولا المريضه على الفونتر ديالو، سواء راجل سواء امراه صافي، على كرشو صافي. من بعد ما تصافوني وتصافوني حتى ريجيون انال بالنسبه للمراه، بور لي فام دو لا فولف ا لانوس. من بعد كتغانسي، من بعد كتسيشي، وكدير بريفونسيون دي ديسكار تحقاش في لي هونش في لي سياج. في لو سياج اون جينيرال كيكونوا ما تعرضين لي ديسكار حتى هما صافي. كان هادشي هذا بالنسبه لو سياج. دابا بقى لنا البارتي ديال لو سوان بوكا. بالنسبه لسوان دو بوش غادي نذكروا المراحل ديالو غادي نشرحوهم. اول مرحله بريفونير لو باسيون فير 2 ا 3 فوا ا ديستانس دي روبا لانستالاسيون دي باسيون دومي اسيز اون رولي لا كومبريس اوتور دو لا بيس لونغ ا سون اكستريميتي. المهم حتى الان نشرح لكم هاد المراحل هادو. اول حاجه تخيل واحد سيتياسيون، جينا عاود ثاني لسي محمد، دخلنا عندو من بعد ماكله، بعد ماكله دخلنا عند سي محمد علمناه، قلت له راه غادي نجي ندير لك السوان ديال لابوش ديالك، غادي نحك لك سنيناتك ونقي لك فمك. قال لي واخا. جبت الماتيريال ديالي وشدت كلشي، جيت عندو صحت له شنو غادي ندير. وانا بديت فاش غادي نبدا، اول حاجه غادي ندير لانستالاسيون دو باسيون دومي اسيز، يعني غادي نديرو هو جالس دومي اسيز لي بوزيسيون. الى بغيت ندير لكم فيديوهات على لي بوزيسيون ان شاء الله غادي نديرهم في سلسله منعزله ان شاء الله. غادي ندير من بعد ما ندير اوندومي اسيز، غادي ندير واحد سيرفيت سيغ لو توراكس، يعني ندير لو شي فوطا فوق صدرو باش الا طاحت له شي حاجه من فمو ما غاديش طيح لنا، ما غاديش طيح على الحوايج. من بعد كان اونغولي وكندور واحد الكومبريس، كندوروها على لابيس لونغ. لابيس لونغ هادي كيكون عند الطبيب فاش كيقلب لك الحلقه ديالك، كندورو عليها هاديك الكومبريس، كندورو على لابيس لونغ على ليكستريميتي، يعني على الراس ديال ديك لابيس لونغ. كندير ام بي بي
leur compresse de solution de lavage en éliminant. Plus de liquide pour éviter les fausses routes. Je n'ai rien à dire. À dire que le compresse les doigts ça avec la bisson aura une massage ou ya fait liquide filmaf sérum. Je me connais. Bête, on a nettoyé toutes les faces de la cavité buccale. Il y a des traces. On a nettoyé bien le dard de l'œuf. Bien changer le compresse à chaque face. Il y a ni mais elle a vu j'ai bleu de le compresse à date. Tout ça n'est pas dans le compresse tania. Et elle conduit chien. Faire rincer la bouche. Il y a ni à des chutes de maux la sérum. À des gouttes mon nombre de bé ou là. Anna, il y a un cache qui est cadre. Anna, non, non, bête. On a hydraté l'hiver avec de la vaseline. Qui va chercher ça? Il y a un chemin de vaseline. Il y a des gens qui sont hospitalisés. Ça qui connaît l'hiver. Il y a des gens qui connaît la cheville, qui connaît le chemin de cheville. Femme-t-il? Dès que la sécheresse qui connaît un dos, qu'on a voulu en dire le vaseline, je vais qu'on a retrouvé. Ça fait? من بعد واحد خطوة بسيطة كنوطيو لي طابيكات دون لي ترانسميسيون دون لونغ اودور يعني كنحاولو اننا نقيدو شنو جبرنا عندو واش كانت شي ريحة في شكل ديال لاسيد مثلا ولا شي حاجة واش لونغ ديالو يعني عادية ولا فيها شي لون في شكل ولا شي حاجة بحال هكا واش السنان ديالو عاديين كنوطيو هي لي طاب جينيرال ديال البيكا ديالو يعني هادي في واحد الحالة في الحالة ديال واحد اوسبيتاليزي كيقدر يدير هادشي راسو كيديرو بشيته ديال السنان فرشه ديال السنان كيقدر هو يحك سنانو ويدير لافاج ولا يدير سون بيكال ديالو بوحدو حنا كنهضروا على شي واحد اونديكابي ولا اون كوما ولا ما كيقدرش ولا سيداتي يعني منوم ما كيقدرش يدير حتى حاجه لراسو كان هادشي يعني كاع المراحل اللي ممكن تذكر في التواليت اولي يعني ذكرنا تقريبا ان شاء الله الحمد لله بفضل الله ذكرنا كل شيء ما خلينا ما نسينا حتى حاجه كنأكد عليكم انكم الى شفتوا الجزء الثالث ما غادي يكون صعوبه في الفهم علاش لانني مثلا كنذكر بعض الماتيريال ما كنحاولش نشرحهم لان ديجا شرحت الماتيريال في الفيديو الاول تقدروا ما تفهموهمش كنذكر شي حويجات كل ما شرحت شي حويجات في فيديو سابق ما كنعاودش نشرحهم في داك الفيديو اللي كيجي موراه لهذا حاولوا انكم ديما تشوفوا الفيديوهات السابقه ومن بعد تشوفوا هذا الفيديو اللي موراه وان شاء الله غادي تكونوا فهمتوا كلشي كنتمنى انكم تحاولوا ديروا شي بعض النصائح ونكون استوفقت بما انني نشرح لكم هذا الشيء هذا كامل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما تنساوش على الاقل بارطاجيو هادشي مع صحابكم الاقل اللي لا قدرنا اننا نضيفوا شي حاجه للمعلومات ديالكم حاولوا انكم تدعمونا شويه سواء بالاشتراك سواء باش ما بغيتوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في حلقه قادمه ان شاء الله الفيديو الجاي مشي يكون ان شاء الله متميز خليكم دابا والسلام عليكم